49 مدان في غسل الأموال خلال عام، منهم 25 سعودي. ووزارة الثقافة والإعلام تعتزم إغلاق القنوات الفضائية التي يثبت تعمدها إثارة الفتنة الطائفية والتفرقة العنصرية. وأيضا أصغر مذيع وكاتب وولادة كاتب سعودي جديد في أول مقال له يحصل على أكثر قراءة في صحيفة الشرق. ضيفي نجمي هلا لهذا المساء باسل ثنية. مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقت لمتابعتنا في أهلا. وين أحب الليلة؟ وين رفعي طرقة الشيء؟ وين ما تزين الحكاوي إلا على زين القهاوي إذا جاز التعبير؟ اليوم نسيتونا. عموما في أحد الزملاء الصحفيين كان قبل شوي في زيارة لنا فسألني عن موضوع طلب القهوة والشاي. يبدو أنه في مقطع يوتيوب منتشر، على فكرة ترى يعني أنا أقولها بكل محبة، وحتى يعني زي ما عودتكم من سنين، من 2006، أن نكون طبيعيين وتغفرون زلاتنا وتتحملوننا في كل عثراتنا. فطلب القهوة من باب أنه إحساس أن كلنا في مكان واحد، فلا حد يفهمني غلط. أنا بررت هذا الشيء لأنه يعني أول كثيرا، والنتيجة أنه ما صار في قهوة للأسف. عموما ننطلق في أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم. نحن فريق برنامج أهلا من الصحافة السعودية نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة عكاظ للكاتب خالد سليمان بعنوان حصص طق الحنك. يقول لسليمان: بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتوحيد إجازة معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية، اقترح علي أحد المعلمين أن يصبح مسمى الوزارة وزارة التربية والتعليم والاستفزاز، لأن قرارها بالفعل مستفز لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية الذين سيستعين عليهم الآن بعد انتهاء دوام طلابهم آخر العام مواصلة الحضور إلى مدارسهم الخاوية لطق الحنك. ويكمل سليمان: وإذا كان في جعبة الوزارة قرارات تملأ أدراجها، فلتكن قرارات تستكمل تطوير البيئة المدرسية في كافة المناطق وتحفز المعلمين لأداء دورهم التعليمي بكل إخلاص، لتكون النتيجة تعليماً ينتج طالباً مؤهلاً ويرسم مستقبلاً واعداً، بدلاً من إغراق المعلم والمعلمة في طوفان الإحباط وإشغالهما بمطاردة حقوقهما المادية. أتمنى أن تهتم الوزارة بإنجاز مشاريع مدارسها المتعثرة وقياس وتصنيف أداء ومستوى مدارسها بقطاعيها العام والخاص. ويختم سليمان: تعاملوا مع معلميكم ومعلماتكم على أنهم شركاء في مهمة سامية وعظيمة، ولا تعاملهم كموظفين وإجراء حتى لا تتحول مهمة التعليم السامية إلى مجرد مهنة لطلب الرزق وتوقيع حضور وانصراف. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الشرق للكاتب باسل ثنيان بعنوان ليت لنا من اسمنا نصيب. يقول الكاتب: يتعبني التفكير ثم التفكير في حالنا وحال أمتنا العربية التي يفترض أن تكون أمة قارئة، وأن يكون حرصها على الكتاب كحرصها على التنفس والماء. من خلال قراءتي واطلاعي المستمر اكتشفت أن إجمالي الكتب العربية من كتب العالم هي 1.1%، بينما الكتب الإنجليزية 60% من كتب العالم. ويتساءل الاثنيان: كيف نكون أمة إقرأ والقراءة آخر اهتماماتنا؟ كيف نكون أمة إقرأ والبلاي ستيشن أكبر اهتماماتنا؟ أنا لا أقول لا نلعب أو نستمتع في حياتنا، ولكن نعطي القراءة جزءا من أوقاتنا. المحزن في الأمر أن في مجتمعنا في أمة إقرأ الناشر العربي لا يطبع أكثر من 3000 نسخة في كل طبعة، لأنه يخاف أن تقرأ بواسطة الذباب فقط. من الأسباب المنفرة عن القراءة عدم معرفة كيفية اختيار الكتاب المناسب، أو أن يكون كتاباً بعيداً عن ميولنا. أتمنى أن أحقق حلمي ذات يوم بإقامة مشروع دار نشر عربية،
وأن يكون مشروعا مربحا أكثر من مشروع مطعم أكلات عربية. ويختم ثنيان آهين وآه، ليت لنا من اسمنا نصيب لأننا أمة إقرأ. التعليق الأبرز جاء من القارئ ناصر الشمراني بقوله: مقال رائع وفكر أكثر روعة ومستقبل مشرق بإذن الله. شكرا لأسرة الشرق التي منحت باسل مساحة يستحقها، وأراهن على هذا الاسم في المستقبل القريب. المقال الذي اختاره لكم فريق ياهلا من صحيفة الاقتصادية للكاتب سلمان الدوسري بعنوان سر الميزانية الخطير. يقول الدوسري: خلال ما يربو على عقد كامل والميزانية السعودية تسجل نسب نمو متصاعدة، فالإنفاق في تزايد والدين العام في انخفاض. ومع كل هذا لا يزال السر الخطير الذي لم يستطع أحد كشفه حتى اليوم: لماذا لا يرى المواطن انعكاس الأرقام الفلكية على حياته المعيشية؟ الانعكاسات التي ينتظرها المواطن ليست بالضرورة أن تظهر مباشرة على دخله الشهري، وإنما بالإمكان أن يتلمسها بطريقة غير مباشرة، سواء في خدمات التعليم أو الصحة أو الطرق أو في غيرها من الخدمات العامة. إلى الآن لا يبدو أن المواطنين يشعرون بذلك. ويضيف الكاتب: هذا هو ما استشعره خادم الحرمين الشريفين مساء أمس خلال إعلانه الميزانية العامة بقوله للوزراء والمسؤولين: لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال. هي رسالة مهمة لكل منهم بأن وزاراتهم تعيش فترة تاريخية من حيث توفير احتياجاتها. أفلا يستحق المواطن أيضاً أن يرى انعكاسات هذه الميزانية عليه أيضاً؟ لنتذكر جميعاً أن طفرة النفط هذه لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن النمو الذي تعيشه الميزانية السعودية سيأتيه يوم ويتوقف أو يتراجع. عندها لن ينفع الشارع السعودي تلك الأرقام التريليونية التي سجلتها الميزانية في سنين مضت. ويختم الدوسري: ما يريده المواطن حقيقة اختصره الملك في تأكيده للمسؤولين بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة. جابوا لنا شاي كويس، شكرا. نتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاج الأنشط لدى المغردين والمغردات، وأيضا الكاركتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. نتابع. الكاركتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الوطن للفنان خالد، الذي يرصد تعاقد الجامعات المحلية مع كفاءات أجنبية مهمشة بفعلها هذا الكفاءات الوطنية. من الهاشتاج النشط لليوم: هاشتاج طالب سعودي يعنف زوجته في أمريكا. تتابع السفارة السعودية في الولايات المتحدة قضية طالب سعودي زجت به السلطات الأمريكية في ولاية أوهايو في السجن بانتظار بدء محاكمته بعد اتهامه بالاعتداء بالضرب والتعنيف الجسدي على زوجته التي تدرس معه أيضا بنفس الولاية، ما أحدث فيها إصابات مختلفة في جسدها أدخلت على إثرها المستشفى وأجريت لها عدد من العمليات الجراحية. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بالخبر، فقد ذكرت الزوجة أن زوجها قام بخنقها ومن ثم انهال عليها بالضرب حتى فقدت الوعي لتجد نفسها في المستشفى. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة وتداولا على اليوتيوب: أجمل 30 ثانية في العالم لطفل صغير يساعد شقيقته على عبور منطقة منخفضة. إذ يظهر الفيديو أخاً يساعد شقيقته بطريقة مذهلة لا تخلو من الغرابة، وهي كذلك تظهر حنانه ومحبته تجاهه. نبقى في المملكة العربية السعودية وأبرز ما كان فيها اليوم، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. أكثر من 34 مليار مصروفات الأمانات والبلديات، المرتبة السابعة احتلتها المملكة عالمياً في قائمة أفضل 10 أماكن للطاقة النظيفة حول العالم لعام 2012. 1368 مواصفة قياسية سعودية جديدة اعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 300% التوسع في رياض الأطفال خلال عامين. تخصيص 50 مليار لإنشاء 3 مستشفيات وإسكان أعضاء التدريس والجامعات الناشئة في مناطق المملكة. 18 مليار تم تداولها في المدن الرئيسة خلال الشهر الماضي،
كصفقات عقارية. كفالة يمول 4575 مشروعاً بأكثر من 2 مليار ريال للشباب والفتيات، 416 مليون ريال قيمة 5 اتفاقيات أبرمتها المياه الوطنية لبيع المياه المعالجة، 923 مشروع ناشئ يمولها بنك التسليف والادخار. إذن الجزء الأول من حلقتنا انتهى، راح نروح فاصل وننطلق في قضايانا لهذه الليلة. اهلا وسهلا بك، احنا على الهواء. ما عندك مشكله؟ طيب احنا على الهواء الان، اهلا وسهلا بكم. كشفت وزاره العدل عن اصدار محاكمها 49 صك حكم. طول عمركم انتم اساسا رايحين فيها للاسف يعني. يلا مي مشكله. طبعا ال 49 مدان في قضايا غسل الاموال خلال 2011، منهم 25 سعودي. وفي نفس الوقت لفتت المحاكم إلى أن منطقة جازان تحديدا سجلت أعلى المحاكم في النظر في قضايا غسل الأموال بإصدار 24 صك لحكم، طبعا صك حكم بواقع 13 حكما للسعوديين و11 حكم بحق أجانب، فيما لم تحصي وزارة العدل نسبة غسل الأموال في السعودية، إلا أن مصادر مصرفية قالت في بداية 2012 أن عدد بلاغات الاشتباه بقضايا غسل الأموال في السعودية وصل إلى مبالغ تقدر يعني تقدر ب 1500 بنحو 46 مليار ريال، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البلاغات خلال ثلاثة أعوام مضت اللي هي عام 2009 2010 2011 إلى نحو 20%، يعني ارتفعت. مزيد التفاصيل في هذا التقرير ثم نعود للنقاش. والمحظورات التي تفرضها الحكومة السعودية لمكافحة غسيل الأموال وظاهرة التورق بالطرق الغير مشروعة والذي يستنزف من الاقتصاد المحلي الشيء الكبير. أثر اقتصادي سلبي جدا، أغلب هذه الأموال تأتي من فساد إداري، من غسيل لتجارة مخدرات أو الخمور، لذلك مصدرها سيء وغالبا ما توجه هذه الأموال لمصادر سيئة أخرى. إذا اقتصاديا من حق الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة أن تلاحقها وبشدة، وهذا ما يعكسه تطور القطاع المصرفي في المملكة، فأصبح جدا محترف في عملية تتبع أموال الفساد خصوصا التي تأتي من المخدرات ومن التجارة الخمور. حتى أن برنامج يا هلا تطرق لفتح ملف هذه القضية من عدة نواحي، وكان أبرزها ملف الملصقات والإعلانات التي توضع على صرافات السحب الآلي وجميعها بأسماء مستعارة ولا يستقصدون فيها إلا المتعثرين عن السداد. ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي سامة جميع البنوك المحلية إصدار بطاقات صراف آلي جديدة لعملائها تحتوي على شريحة ذات مواصفات حماية أعلى من الموجودة حاليا، وأمهلت البنوك حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري لإصدار بطاقات الصرف الآلي بالشرائح الذكية والتي تهدف إلى حماية المستخدمين لها من عمليات الاحتيال والغش والسرقات. ويأتي هذا القرار بعد توارد شكاوى عديدة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تفيد وقوع الكثيرين ضحية لعمليات غسيل الأموال. من جهة أخرى انتشرت ظاهرة ملصقات إعلانات شراء الديون التي يضعها أفراد وجهات مجهولة عند صرافات البنوك وغيرها. على غرار مكافحة غسيل الأموال في المملكة، كشفت وزارة العدل عن إصدار محاكمها 49 صك حكم بحق 49 مدانا في قضايا غسيل الأموال خلال عام 2011، منهم 25 سعوديا، مشيرة إلى أن المحاكم في منطقة جازان سجلت أعلى نسبة من حيث النظر في مثل هذه القضايا. الفساد المالي والإداري في أي بلد هو الذي يؤدي إلى غسل الأموال. إذا أغلقت مجالات التجارة الغير شرعية أو الممارسات الغير شرعية أو الجرائم الاقتصادية ككل، مثل التزوير والرشوة والاختلاسات وغسيل والمخدرات وتجارة الدعارة إلى آخره، هذه كلها
معاملات فاسدة في كثير من الدول. فإذا أغلقت هذه الأبواب لن يكون مجال هناك لغسل الأموال، لأن الأموال التي يراد غسلها أموال قلة أو تكاد أن تكون معدومة. فإغلاق باب الفساد وكما هو يعني معروف في المملكة إنشاء هيئة مكافحة الفساد لتدارك حصول الناس على أموال غير نظامية وغير شرعية. أهمية تنوير العقول في المجتمع بنشر وتشهير المتلاعبين بالأنظمة والذين يقومون بأخذ أموال الناس بالباطل سيجعل منهم أكثر دراية حتى لا يتم الاحتيال على أموالهم. لبرنامج يا هلا، عبد الله يحيى، جدة. لمناقشة هذا الموضوع معنا المستشار الاقتصادي هنا في استديوهاتنا الأستاذ صالح السلطان، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. وأيضا نرحب استديوهاتنا في جدة الدكتور عمر الخولي المحامي والمستشار القانوني. أبدأ معك دكتور عمر، هل ترى أن العقوبات تطبق في السعودية على من يتهم بغسل أموال ومن تثبت عليه؟ هل هناك في قوانين صارمة تطبق؟ هل هي جديدة أم قديمة؟ هل كانت موجودة لكنها لم تكن تفعل؟ في الواقع بالنسبة لنظام غسل الأموال هو نظام حديث نسبيا، ولم تكن هناك يعني جريمة قائمة أو مقننة في المملكة العربية السعودية قبل ذلك التاريخ. العقوبات طبعا صارمة، النظام تضمن أن كل من يثبت قيامه بارتكاب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هذه هاتين العقوبتين. لكن الجريمة بحد ذاتها لم يكن معاقبا عليها، كانت عمليات غسيل الأموال موجودة وقائمة لكن لم تكن تتنبه السلطات لها حتى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة عام 1995 بشأن مكافحة غسل الأموال، فدخلت ضمن المنظومة العالمية وتم استحداث هذا ليس في المملكة فحسب لكن في كثير من الدول تم استحداث قانون خاص بمكافحة غسل الأموال. نعم، لكن عندنا يعني ايش يعني اقصى عقوبه مثلا؟ هل يعني هل هي عقوبه واحده ولا مرتبطه بنتائج تحقيقات او حجم الغسيل الاموال؟ او طبعا في حال الثبوت، هي مشكله جريمه غسل الاموال انها تكون الاموال مستمده من جريمه اخرى، ارتباطها بجريمه اخرى، ففي التطبيق العملي عندنا مشكله. لابد من ثبوت الجريمه الاولى للقول بوجود جريمة غسل أموال، فالمشكلة إن لم تثبت الجريمة الأولى. في الواقع الجهات المختصة بالتحقيق، هيئة التحقيق والإدعاء العام، عادة تقيم الدعوة بشأن جريمة غسل الأموال حتى وإن لم تثبت الجريمة الأولى اللي هي جريمة المخدرات أو الدعارة أو التستر التجاري أو السرقة أو التهريب أو بيع السلاح أو نحو ذلك من الجرائم التي تكون مصدر للأموال غير المشروع أو تصنف مكتسباته بأنها أموال غير مشروعة. فهنا يحدث خلط بين الجريمتين. لكن عملا الواقع أن التطبيق العملي غير، أنا لا أراه يعني يطابق الصواب، لأنه غالبا ما يتم افتراض وجود الجريمة الأولى ومن ثم لا تكترث جهات التحقيق ولا جهات المحاكمة بثبوتها، بل تعمد مباشرة إلى توجيه الاتهام ومحاكمة الجاني أو المتهم بجريمة غسل أموال قبل ثبوت الجريمة الأولى، بينما الأصل فيها أن جريمة غسل الأموال تحتاج إلى قصد خاص لإخفاء عدم مشروعية أموال متحصلة بطريق طرق غير مشروعة. فهنا في حال عدم ثبوت، يفترض يعني في حال عدم ثبوت الجريمة الأولى أن لا نستطيع توجيه جريمة غسل أموال، ولكن هناك قرينة تتخذ منها وجود الأموال لدى شخص معين بطريقة غير مألوفة أو ليس هناك ما يبرر وجود هذه الأموال لديه، فبالتالي يفترض عليه إثبات مشروعية الأموال، أي أن انتقاله من الأصل عبء الإثبات يصبح على المدعى عليه أن يثبت مشروعية المال، وليس على جهات التحقيق هي أن تثبت عدم مشروعية المال. فإن ثبتت عدم مشروعية ننتقل إلى
محاولة تبييض، هو غسل الأموال عبارة عن العمل على تبييض، إظهار أموال غير مشروعة أنها أموال مشروعة، مشروعة المصادر. فبالتالي هنا هذه الجريمة تحتاج إلى نص خاص. التطبيق العملي أمام القضاء في المملكة يعني للأسف الشديد يعني يتم التعجل في توجيه هذا الاتهام للكثير من الناس، رغم عدم ثبوت الجريمة الأولى أو عدم يعني اكتمال أركان ما يعرف بهذه الجريمة. فأحيانا بعض الناس يتولون تحويل النقود من المملكة إلى دول أخرى مجرد تحويل لخدمة، يعني هو فعلا ينطوي على مخالفة ممارسة عمل من أعمال البنوك. لكن هذا لا يعد غسيل أموال، لأن المصدر مشروع ومعروف، ممكن تعاقبه على هذا على ما قام بارتكابه، لكن تعاقبه على جريمة غسل أموال، فجريمة غسل الأموال يعني تحتاج إلى أركان خاصة، وبالذات النية، الجانب المعنوي فيه نية خاصة لإظهارها. معناته هنا أن الجاني فعلا لديه أموال غير مشروعة، يعمل على تبييضها وإظهارها للكافة بأنها أموال مشروعة المصدر. نعم. طيب أستاذ صالح أهلا وسهلا فيك. أول شيء خلنا بس شوي نشرح للناس بشكل مبسط جدا ماذا نعني بغسيل الأموال. أعرف أنه سؤال تقليدي، لكن في ناس من حقهم علينا نوضح لهم مش الموضوع ببساطة، وبعدين بأدخل لك في موضوع عن انعكاس الخسائر. هو غير أنه تقليدي، هو يمكن جانب فيه القانوني فهمه أكثر من أنه الاقتصادي، لكن هو بالتبسيط إذا أخذناه بالمعنى معناه بغض النظر عن الاقتصاد ولا قانون ولا تفر ولا مكافحة فساد ولا تكون، هو عندك فلوس مصدرها غير مشروع تحاول تظهرها للناس للسلطات أمام الجميع أنها مشروعة. بدأت بشيء اكتسب المغاسل أموال بطرق غير مشروعة، سواء تجارة ممنوعة غير مشروعة، مخدرات، سرقة، رشاوة، وتفر أي شيء يكون، ما يستطيع يظهرها. يعني اكتسب هو راتب مثلا صغير، اخذ رشوة هو، او انه عنده يتاج مخدرات وراتب امام الناس انه 20,000 15,000 ريال شهريا، كيف عنده 50-30 مليون في البنك؟ منين جاءت؟ طرق غير مشروعة. هذا يعمل لها دخل بحيث يظهر امام الناس انه اكتسبها بطرق مشروعة. كيف ايش يعمل؟ يمكن فسرها بطريقة انها مثل طريقة غسيل الملابس، فيها وش الغسل التنشيف اللي هو يغطي الشيء بينه فيما بعد انه كان مغسول شيء نظيف، ثم النشر اللي اظهره او لبسه انه امام الاخرين انه شريف عادي. فالغسل نفسه عمليه معقده، يعني استخدم طرق في غسل الملابس احولها الى حسابات اكاونت شيكات سياحيه عملات، حولها حسابات خارجية من كذا طرق ملتوية، ثم أعرضها عملية تعمية لها بحيث لا يكتشف أني سويت الخطوة الأولى. أي. اللي هي لما أنشي شبكة شركات حتى لو تتعامل بصفق... حتى لو خسرانة بس أنه أنا تتعامل بصفقات وهمية. يعني نفترض بسطها لك فندق تسجل فيها وفي مطعم صفقات ببيت كذا كذا ودفعه غير حقيقية، ما في زبون جا ونام، لكن دفعت انه دخلت مبالغ، زبون قام ونام وطلع وخرج ودفع مبالغ ودخلت في النقد، ثم دخلت ثاني مره البنك على انها حسابات من الفندق، والشخص غير موجود ولا نام ولا شيء. تظهر امام الاخرين انها ارباح من الفندق، ثم هو تواطف بينها يخرجها ثم يبدا يستثمرها امام الاخرين بانها طريقه مشروعه. طيب. تدخل فيها وزاره العدل، تدخل فيها مؤسسه النقد، بس النقطة بحث في القنوات المالية، الحركات المالية، طريقتها الخبراء الماليين يكتشفون طرق، والقانونيين بجانبهم في الموضوع القانون الجزء. طيب اقتصاديا ايش التأثيرات اللي ممكن تنعكس على الاقتصاد السعودي على الناس؟ تنعكس من حيث القناعة الممنوع ذا، هل منع لأنه ضار بالاقتصاد ولا خطأ اعتباطا؟ أنت منعته الأصل أنه ضار ما يصلح. إذا أنه فتحت فجوات للناس للتحايل على الممنوع، فمعناه الغرض من هالقانون اللي هو منع هالشيء الضار بالاقتصاد بدأ ينتفي. هالمعنى هو هذا ضرر الاقتصاد، لأن شيء أنا منعته لأنه ضار بالاقتصاد، استخدم واحد طرق تحايل حتى يدخله في الاقتصاد، يعني هالمرض السوس ده بيدخله بطرق ملتوية. فإذا كان مثل مثال واضح جدا الرشاوة،
طبعا هي تضر لأنها ممكن تعطى العمل شخص سيء يفسد المشروع كذا، فأخذ بطريقة انتفى اللي هي المبدأ اللي ننشئ مشروع ننتجه بجودة أو إنتاج اقتصادي بجودة. نعم. سبب وجود طريقة غير مشروعة تؤدي لهالنتيجة. نعم. طيب أعود لك دكتور عمر، هل بيئة عندنا بيئة خصبة لمن يريد أن يغسل أموال مثلا، أم أنه إحنا أفضل من غيرنا؟ خلينا نقارن خليجيا، نقارن عربيا، عالميا، ونشوف البلد اللي كان عندهم مشكلة في ذا الملف وتجاوزوها. الواقع كافة البلدان عندها هذا الملف لم يزل مفتوحا، ولكن بدرجة أو بأخرى يزيد في بعض الدول ويقل في دول أخرى. الحقيقة المملكة العربية السعودية بالنسبة لجريمة غسل الأموال تحتل مرتبة متقدمة. هناك طبعا دول في منطقة الخليج تتقدم وتتفوق على المملكة للأسف، يعني إجمالا لكل هذه الدول للأسف الشديد توجد يعني جرائم غسل الأموال في بعض دول الخليج وفي المملكة، ولا زال هذا يعني هذه الجريمة تجد أرضا خصبة للممارسة. بعدين مقاومة، يعني طبعا هذا النظام جعل من البنوك عبارة عن مخبرين لجهات الأمن، صنع منهم مخبرين وأوجب عليهم أو ألزمهم بأن يقوموا بإبلاغ الجهات المختصة لوحدة مكافحة وحدة الأموال العامة، وحدة الأموال بإدارة تابعة طبعا من وحدات إدارة مكافحة المخدرات لتلقي البلاغات الخاصة بهذا الشخص، فتتلقى وتقوم بتحليل دخل صاحب المال وكيف يوجهه وأين توجهاته، هل مدى تناسب الدخل مع الرصيد، ومن ثم تبدأ في اتخاذ الإجراءات. لكن إجمالا طبعا المملكة تعتبر أرضا خصبة لهذا، ويتم هذا عبر بعض دول الخليج في أمور مثلا رحلات سياحية، في صفقات وهمية، في شراء شقق أموال مبالغ فيها ونحو هذا. طبعا من الأثار الاقتصادية السلبية لهذه الجريمة هي موضوع طبعا يؤدي إلى التضخم inflation، وقيمة العملة الوطنية تنخفض تماما، يعني تنخفض بمثل هذا الجريمة، يعني هذه من الآثار الاقتصادية السلبية. طبعا هناك آثار أمنية، هناك يعني آثار اجتماعية سلبية تترتب على وجود هذه الجريمة. لكن أنا ما يعني ما يهمني أو ما أرغب في التركيز عليه أن تعامل القضاء في المحاكم العامة، وهي الجهة المختصة بالنظر في قضايا غسل الأموال، مع نصوص النظام في مرحلة أو في درجة أدنى مما ينبغي له، بحيث يتم إسقاط كافة ما يعرض أمامهم من لوائح ادعاء على هذه الجريمة ويحكموا بثبوتها وهي خلاف ذلك. تأهيل القضاء للتعامل مع الأنظمة، سواء نظام غسل الأموال أو الأنظمة الأخرى، لم يزل دون المستوى المطلوب. صحيح أن أصحاب الفضيلة قد يجيدون التعامل مع النصوص الشرعية، نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وآراء الفقهاء والمذاهب، لكنهم حتى الآن التعامل مع نصوص الأنظمة لم يرتقي إلى الدرجة المطلوبة، وهذا أدى إلى إيقاع الظلم بكثير من الناس، بالذات يبرز في جريمة غسل الأموال. والواقع العملي هو الذي أسفر عن هذه الأمور، وليس ليس هذا رأي شخصي. نعم. طيب بسألك قبل أن ننهي هذا الملف، في ناس يتابعون مزاين الابل مرقيبة، وهذا هناك من يقول أن هناك يعني في شبهة في غسيل أموال، أنت مع هذا الرأي وتختلف معه؟ الحقيقة ما عندي خلفية كثيرة، يعني ما أتابع الموضوع، مزاين ليست من اهتماماتي، لكن الشبهة موجودة. يعني عملية رفع قيم، عمل صفقات وهمية في خلالها، وين ما كان فيه الرقابة ما هي قوية، وين ما كان فيه مجال لعمل صفقات وهمية، وين ما كان فيه اختفاء حقيقة المعلومات، خفائها، ما فيه مجال لغسيل الأموال. البيئات تعكس، ربما عندنا عشان بلد رب الجمال تعيش عندنا صحراء، فيها مجال أنها يبعد الشبهات عنها، لأنها بلد صحراوية فيها الجمال طبيعي، هذا مجال خصب من حيث ناحية نظرية.
نعم، شكرا لك دكتور سلام السلطان على حضورك. شكرا لك دكتور عمر الخولي على حضورك أيضا استديوهاتنا في جدة. هذا الملف انتهى، لدينا ملف آخر، القنوات والإغلاق، القنوات التي تبث أو تنشر الطائفية أو تجذر العنصرية المقيتة، كل ذلك بعد الفاصل. هو مستعجل على المايك، فاصل ونعود لكم بعد قليل. تعتزم وزارة الثقافة والإعلام إغلاق القنوات الفضائية التي يثبت تعمدها في إثارة الفتنة الطائفية والتفرقة العنصرية في المجتمع. وكشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة أنه سيتم، أعتقد في صحيفة الوطن، أنه سيتم اعتماد ضوابط جديدة لمكافحة قنوات الفتنة والتفرقة قريبا، مشيرا إلى أن الفضائيات التي تتعمد تفرقة المجتمع ستغلق فورا. وأشار خوجة إلى أن وزارته ترفض تلك الممارسات العنصرية ولن تتساهل مع القنوات الفضائية التي تدعو الكراهية والتفرقة. لمناقش هذا الموضوع معي في الاستوديو الكاتب والإعلامي الأستاذ عبد الله المير. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا، شكرا لحضورك. كيف تشوف ذا القرار وكيف ممكن يتطبق؟ يعني شو المعايير اللي تخلي الوزارة تطبقه بشكل يصير فيه وضوح بين يعني أنه ما يكون في قمع من أجل الحرية، بمعنى أنه يكون في مبرر واضح للإغلاق اللي هو السببين اللي قالوها. من يحمي من يحمي الناس أو ملاك القنوات، ومن يحمي الوزارة من غضب الرأي العام ربما، أو شريحة معينة أو قبيلة معينة أو طائفة معينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتصور اللي يحمي أو المعيار الرئيسي في الموضوع ما هو المفترض هو ده الواقع، هو المجتمع. المجتمع هو معيار رئيسي، هو اللي يقبل أو لا يقبل. حقيقة المجتمع قد يكون له قرار، لكن ليس هو القرار اللي يغلق أو لا يغلق. وزارة الإعلام في هذه الحالة تمثل المجتمع أو تريد أن تحافظ على قيم المجتمع، وهي الوحدة الوطنية، المحافظة على سلامة العقول المواطنين وأيضا حتى المسلمين، لأن المسألة تتعلق ببث فتنة من خلال العقيدة. جيد. إذا سمحت لي أيضا في نقطة في غاية الأهمية، ربما يطرح أحد المشاهدين سؤال ويقول والله يعني قناة 12-15 قناة ما راح تكون لها ذاك التأثير، ومعظمها أصلا ما حد يدري عنها لأنها تناقش وتطرح قضاياها بطريقة قديمة وعتيقة ولا تحترم فيها حتى العقول. أي نعم، صحيح أن هناك حوالي الآن كما هو معروف ما بين 850 أو 900 قناة على عرب سات أو على المشغلين الأربعة الحاليين الآن من متاحة ومشفرة. وهناك طبعا معروف الآن أربعة مشغلين عرب سات. أنا جاي طبعا ليش أذكر هالمعلومة، لأن أنا جاي لها علاقة بالموضوع. عرب سات ونايل سات ونور سات، وأيضا هناك قمر صناعي سات، أعتقد ياها لايف، وسيطلق قمر في شهر 6 قطري اسمه سهيلسات إن شاء الله. هذا شيء طيب الكثرة من خلال هالأقمار تبث القنوات برامجها. نعم هناك برامج وهناك قنوات، أنا أقول برامج وهناك قنوات، نعم لها بعد طائفي ولها أهداف غير جيدة للمجتمع. نعم. المقيم هو المجتمع في النهاية. وزارة الإعلام بتضع معايير ماذا يقبل المجتمع وماذا لا يقبل، هذا في رقم واحد، وبالتالي هذا لا علاقة بحرية. الحرية أنا من وجهة نظري أنك ما تقمع رأي، ولكن ماذا يريد المجتمع. أعني أن المجتمع لابد أن يكون له قراره أيضا، حتى لا يطلع خرج علينا من يقول والله هذا حرية رأي. نعم أنت عندك حرية رأي، ولكن حرية الرأي تتوقف عندما تدخل في حرية الآخرين أو فيما يتعلق بالذات في القيم والثقافات والعادات والتقاليد. بما في ذلك لو دخلنا يعني صغرنا المساحة على المجتمع السعودي، هناك عادات وتقاليد موحدة تقريبا متحدة بين كل القبائل، وتعرف المجتمع السعودي عشائر وقبائل وأسر وكلها مكونات اجتماعية يعني متراكبة ومترادبة. لا يجوز على الإطلاق لا عرفا ولا حتى ولا خلقا ولا حتى من الجانب الحضاري والحديث أن يكون هناك اعتداء
من قبيلة على أخرى أو من مذهب على آخر من خلال برامج تلفزيونية أو قنوات طيب فضائية. نعم أخوي عبد الله، بس بقول لك شغلة، يعني اليوم أول شيء الوطن أولاً، يعني المملكة العربية السعودية لابد أن تكون أولاً فعلاً، لازم هي الأساس، وهذا الطبيعي، هذا طبيعة البلدان المتحضرة واللي تفهم معنى الوطنية والمواطنة، ولازم هذا الشيء يكون موجود في شعبها. اليوم أنت تتكلم عن قنوات مهتمة بالإبل ومدح القبيلة الفلانية، تتكلم عن قنوات أخرى مليئة بالشحن الطائفي سواء ضد السنة ولا ضد الشيعة موجودة. اليوم لابد أن تكون المعايير واضحة. نعم. هل الوزارة راح تعمل على هذا الشيء؟ لأنه اليوم أنا ممكن يجيني ضيف وفجأة سب السنة أو سب الشيعة، ويمكن في رغبة عند سين أو صاد من الناس أنه يقفل روتانا خليجية مثلا، وشاف هذا حجة وقفل لأنه فيها، طب أنا إيش ذنبي إيش ذنب برنامج هو فاجأني مثلا على الهواء. نعم. يعني هذه الأمور كيف ممكن يعني تعالجها الوزارة؟ هي أعتقد أنها داخلة ضمن المعايير اللي بتحددها الوزارة. واضح جدا من خلال تصريح معالي وزير الإعلام أن هناك تركيز أو على القنوات اللي هويتها واتجاهها وأهدافها طائفية أو تبث الفتنة، يعني من أولها إلى آخرها الهوية قائمة عليها، واضحة جدا كثير من البرامج. أنا قراءتي للموضوع أن هناك على الواقع أن هناك، يعني خلينا نقسمها إلى ثلاثة فئات تقريبا. نعم. قنوات فضائية هويتها وأهدافها قائمة على الفتنة، ما فيها كلام، سواء مدفوعة من الخارج، مدفوعة من جهات مثل إيران أو غيرها، أو يعني مكونة داخلية بجهود ذاتية. نعم. الرقم اثنين، في هناك قناة فضائية فيها تدعي الحرية أو تقول أنها حرة ولها أن تناقش وتطرح ما تريد، ولكن سقف الحرية مرتفع عالي عندهم، هذا يستغل من بعض مريدي الفتنة فيدخلون من هالباب في برامج وليست قنوات، برامج استغلال، برامج معينة، أنه والله في أنه سقف الحرية مرتفع عالي جدا بدون مسؤولية. فيه برامج، لا، برامج مكونة الأساسي شخص أو اثنين يديرون برنامج مخصص لنبش الفتن والتحدث والحديث حواليها. هذه أعتقد معايير مرسومة أو موضوعة أمام وزارة الإعلام. أنا في تصوري المعيار الكبير والمهم، وهذا أعتقد أنه هو الأهم، أن هناك قنوات واضحة أن هدفها الفتنة ومدفوعة من جهات لا تريد الاستقرار للبلد ولا للمنطقة، هذه تقفل تماما. السؤال اللي بيتبادر إلى الذهن، هل تستطيع وزارة الإعلام أنها تقفل أو لا تقفل؟ هذا موضوع ثاني، ولكن ما أريد أن أذكره أنه وزارة الإعلام السعودية ستتولى رئيس أو سيكون رئيس ستنتقل رئاسة مجلس إدارة عرب سات تحديدا قريبا، أعتقد في شهر أبريل هيكون رئيس مجلس إدارة من وزارة الإعلام السعودية، يعني انتقلت من وزارة الاتصالات إلى وزارة الإعلام، وبالتالي القدرة على التحكم وعلى السيطرة أو فلترة القنوات إذا صح التعبير بتكون أكبر في هذه الحالة عندما تقرر وزارة الإعلام أنها تقفل. أعود وأرجع أن المعيار الرئيسي للمجتمع، لو عملنا استفتاء مؤكد أن المجتمع، خليني أقول بجميع طوائفه، من الشرق، من الشرقية، من القطيف إلى جدة، ومن نجران إلى عرعر، سيكون ما قرار وزارة الإعلام، كلنا زي ما تفضلت وطن واحد ولا نريد الفتنة، وأساسا الدولة تقوم على شريعة واضحة. نعم. لا مجال فيها للفتنة. نعم، شكرا لك أستاذ عبد الله العميري على حضورك، ونتمنى لك، عندك مشروع تبغى نتكلم عنه ولا لا؟ خلي مفاجأة. نعم. إن شاء الله تعالى. كل التمنيات لك بالتوفيق. الله يطول عمرك. أشكرك على حضورك في استديوهاتنا، نلقاك في مرات مختلفة إن شاء الله، بس توعد إن شاء الله يكون في لقاء بعد ما نعلن عن المشروع ويتعلق بالإعلام بمشاركة. نعم، أكيد إحنا معك، مع كل مشروع إعلامي يفيد صاحبه ويفيد الوطن. شكرا. نعم. إذن فاصل ونعود لكم بعد قليل في نجم يا هلا، نجمنا لهذا المساء باسل الاثنين. اهلا وسهلا بكم هنا ولا هناك. طيب اهلا وسهلا فيكم. طبعا نجم يا هلا لهذا المساء، انا الحقيقه ما ابغى مقدمه طويله، ولكن الحقيقه هو شاب يستحق من الحقيقه كل تقدير واحترام،
باسل الثنيان طاقة يعني متدفقة رغم صغر سنه على مستوى الكتابة، على مستوى التمثيل، على مستوى البرامج، حضوره في تويتر، تعلقه بقضايا مهمة يمكن تكون أكبر من سنه أو البعض يقول أنه أكبر من سن باسل. أمس الحقيقة كنت سعيد من أنه صحيفة الشرق اختارت باسل أنه يكتب معه، وأنا الحقيقة أقدر هذا الشيء، هذا الشيء لصحيفة الشرق يعني رئاسة التحرير والزملاء فيها، اختيار باسل لأنك أنت تراهن على شاب صغير في مقتبل العمر، غامرت وغامر. الحقيقة باسل كان مفاجأة اليوم، لو لاحظته كان هو الأكثر تعليق في الشرق، ويمكن احنا عرضناه في بداية الحلقة، وهذه فقرة ثابتة عندنا ما فيها أي محاباة، وهذا كان مبرر أنه باسل يكون معنا اليوم رغم إعجابي بباسل منذ فترات طويلة وعلاقتي معه. باسل أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا، وتشرف فيكم في قناة روتانا، وتشرف فيك سل علي. الشرف لي، الله يسلمك. راح نشوف تقرير عنك شوي وبعدين نرجع نكمل سوالف. يلا شوف التقرير. ظاهرة الإسراف متواجدة بشكل كبير في رمضان. يومك لازم يبقى وقت القراءة. واحد من صلاح بالمئة أما الكتب الإنجليزية هي 60% من إجمالي كتب العالم. نبغى نعيش معكم عن القراءة، ونحاول إنه نضع الفوائد اللي أخذناها من القراءة على تويتر والفيسبوك ولا زي كذا. لم يتعدى 15 ربيعاً مذيعاً وكاتباً مبدعاً، بس الاثنيان أصغر مذيع على اليوتيوب وصاحب زاوية أسبوعية تفنن فيهما بطرح القضايا مجارياً منهم في سنه وأكبر، ليصل اليوم قمة هرم زاويته كأكثر المقالات تعليقاً في الصحف السعودية. تكون كلها كلام كلام كلام، في النهاية يضيع في الهواء، ما يكون في أي تطبيق له. فلذلك سوينا المبادرة، مبادرة عيش القراءة. نبغى نعيش معكم يعني القراءة، ونحاول أنه نضع الفوائد اللي أخذناها من القراءة على تويتر والفيسبوك ولا زي كذا. عندنا جهات بس ما اشتغلت صح، عندنا مواهب وطاقات وإبداعات وعقول بس ما استغلوها صح. كشفت إحصائيات 2008 إنه عدد براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية 61 براءة اختراع، أما بالنسبة للهند 766 براءة اختراع. بدأ الاثنيان علاقته بالكتاب بقراءة القصص البسيطة حين كان عمره 10 سنوات، إذ كانت تستهويه قصص جحا التي قادته لقراءة الكتب الممزوجة بالقصص، خاصة كتب السير الذاتية. وقدم الاثنيان في برنامجه عيشوا معنا حلقات عديدة تنوعت بين الطموح وتحقيق الأهداف، أغلبها حلقات اجتماعية هادفة. في اليابان اختفت الأمية من حروب، السبب الرئيسي كان القراءة. الناشر العربي لا يطبع أكثر من 3000 نسخة من الكتاب الواحد، لأنه يخاف لو طبع زيادة إنه يعني ما أحد يشتري زي كذا. 40% من أمة تقرأ لا يقرؤون، أميين. حاول وجرب واستعن بالله عز وجل، توكل على الله، السماء لا تمطر ذهب. رسالة لكل من يشغل العمال في نهار رمضان، حط نفسك مكان هذا العامل. درجة الحرارة واصلة 50 وأنت صايم وقاعد تشتغل بعد، هذا شيء جدا صعب. حاول انك ما تشغله في النهار، بدل النهار شغله في الليل. بس الاثنيان نجم يا هلا مع علي العلياني. تستاهل يا باسل، شكرا لمحمد. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. اللي شاهدنا اليوم او اللي يتابعك على تويتر ينظر ان عندك انت هم اجتماعي، وهذا في ناس يقول لك يعني عيش عمرك، وش موديك انت في ذا السوالف؟ انا اسالك نفس السؤال. انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم بدايه. ثاني شيء اقول انه يعني ما في شيء اسمه عيش عمرك ولا عيش حياتك. يعني في ناس خشناهم مخطط وبالخير ما في اي انجاز في حياته، يعني يموت حياته او موته كلها واحد. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه انا بالعكس عايش عمري يا رب لك الحمد، يعني اطلع الخميس والجمعه، حتى احيانا اوصل اسبوع اطلع ما في مشكله. يعني انا كثير من اخوياي في الفصل، وكثير اخوياي من المدرسه، وكثير من الناس اللي اعرفهم نفس عمري يملكون نفس الهم، لكن الفرق بيني وبينهم انه باس اثنين طلع على اليوتيوب، هم طلعوا على اليوتيوب. هذا الفرق بس هم يعني انت اليوم مثلا في مقالك تحدثت ان احنا ما نقرا وكذا، جيلك فعلا يقرا يا باسل؟ بصراحه يعني بصراحه انا قلت انه ما نقرا، لا جيلي
ولا جيلك يسهل علي. يعني في يعني أقلية جدا أقلية اللي يقرون للأسف. ها يعني لو مثلا طلعنا برا في اليابان ما ودنا نقارن مرة بس إنه نرى إنه هناك أغلب وقتهم بالقراءة. تتوقع ليش؟ هناك هم يعني في أكثر من سبب طبعا. من الأسباب إنه هناك عندهم توعية، إنه هناك عندهم يعني وعي إنه القراءة والكتاب هو اللي راح يبني أممهم، هو اللي راح يجعل شعب مثقف، يجعل دولة مثقفة. أما إذا ما قرأوا يشعرون إنهم يعني راح يكونون من دول العالم الثالث، يعني ما هم ما في أي تطور في حياتهم. فهذا أهم الأسباب. طيب خليني بس نرجع شوي للكتابة وللشرق تحديداً وبعدين نروح في سوالف ثانية. كيف جت فكرة الكتابة؟ من كلمك؟ كيف كان شعورك؟ يعني وافقت على طول؟ ترددت؟ طيب كان فيه بعد لقائي مع سترة الدخيل كلمني كاتب في الشرق اسمه غانم الحمر. قال لي يا باسل كانك تبغى يعني تبغى تكتب مقالات عندنا في الشرق، فأنا أكلم لك مدير قسم الرأي، وحتى لو ما طاع مدير قسم الرأي راح أكلم لك رئيس التحرير. فأنا قلت له الله يجزاك الخير ويعطيك العافية، فكلم الأستاذ خالد النشاص اللي هو مدير قسم الرأي. نعم. الأستاذ خالد الله يجزاه خير وافق على الموضوع، ومن ثم تواصل معي اللي هو مدير رئيس التحرير، فجاء وكلمني وتواصل معي الأستاذ الغالي جنان الغامدي الله يعطيه ألف عافية. فتواصلوا معي وأمس كان في خبر، كان في يعني جات الحمد لله مشاهدات كويسة، واليوم المقال كان في تفاعل جيد من الناس، وشكرا لك أستاذ علي طلعت علي أهلا. لا هو لأنه يستاهل ترى، ما لنا فضل، لأنه هو كان أكثر تعليق، فهذا ما لنا فضل فيه. عموما تستاهل، بس يعطونك فلوس عليها طبعا. ها متفقين؟ من يفاوض لك في الفلوس؟ لا ما يحتاج فلوس. أنت ولا الأهل؟ لا هو الآن ما يحتاج فلوس، أنا مع ممكن بعدين يكون في فلوس. طيب كيف يعني كان ردة الفعل اليوم عند الناس؟ كانت يا ربك الحمد كويسة، أغلب الناس يعني عجبهم الموضوع، عجبهم حتى أمس كانوا أمس في التعليقات مكتوب إنه يا باسل هذه فرصتك، فإذا بديت بالناس مقالك قوي فالناس راح يبتون يتابعون زاويتك دائما، أما إذا بديت بمقال ضعيف فالناس يعني زي ما أقول لك من أول نظرة الواحد يعرف الثاني، فهذه نفس الشيء. فإذا الناس عرفوا إنه مقالك كويس، فأنا حاولت إنه أكثر مقال يعني أبدأ فيه مقال هذا، لا أنتقص من المقالات الثانية اللي كتبتها، لكنه يعني حاولت إنه أبدأ فيه عشان الناس يعجبهم مقالاتي. نعم. ويا رب لك الحمد كانت يعني كثير من الناس يا رب لك الحمد يعني قالوا ما شاء الله تبارك الله عجبهم، وأيضا اللي ينقد على راسي والله يعطيه العافية، بالعكس أنا أتشرف فيه وهو اللي يفيدني، يعني صديقك من صدقك ليس من صدقك. نعم. أنت تكتب وتعرضها على أحد عند مثلا في الأسرة أو أحد يساعدك، كيف ورشة الكتابة عندك؟ بداية أروح أنا أكتب الموضوع، أفكر بالموضوع، بعدين أروح أكتب المواضيع الفرعية، يعني أنا أكتب مثلا على القراءة، أول شيء أعرض إحصائيات على القراءة، ثم أعرض قصة على القراءة، ثم أعرض زي كذا عرفت؟ ثم أجي وأكتبها بالورقة، لأن إذا تكتبها بالكمبيوتر ما راح تضبط معك، أكتبها بورقة وقلم، ثم أجي أنقلها على الكمبيوتر وأروح أعرضها على أكثر من شخص، الوالد، الوالدة، الدكتور سامي مهنا الله يعطيه العافية تجاوب معي في أول مقالين. وصحح لي مثلا بعض الاخطاء اللغويه، ايضا في صحيفه الشرق الله يعطيهم العافيه يعني صححوا بعض الاخطاء اللغويه، مثلا يعني كنت كاتب حاجه صحها بس لغويه فقط، اما الفكره المتبلوره اي دقر ذا إيه كانت من عندي. نعم. طبعا اسبوعي تكتب معهم؟ اي نعم، كل يوم احد. طيب راح نروح فاصل وبعدين نرجع نكمل معك باسل. فاصل ونعم. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نواصل الحوار مع نجمي هلا لهذا المساء باسل الثنيان. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. يا اهلا وسهلا باسل الثنيان. من المحرض الاساسي؟ او خلني ابسط لك اياها، بس ما شاء الله انت يعني لغتك ممتازه. الوالد ولا الوالده هو اللي كان له دور كبير في انه باسل يكون بهذا الوعي، بهذا الهم، بهذه الموهبه؟
طبعا والله يا رب لك الحمد كلهم الموضوع متشارك بينهم كلهم، فدائما من يوم اني صغير في تمهيدي في اول ابتدائي كانوا يا رب لك الحمد يحاولون انه يعني اقصى درجه اني اشارك. يعني مره مرات الوالد كنت في ثاني ابتدائي فكان المراد النشاط ذا يكرهني مره يعني ما يطيقني. فجاء الوالد وكلمه وقال اني ابغى باس اللي يشارك وكذا. فالان رائد النشاط هذا من يوم اني في ثاني ابتدائي الى الان في علاقه بيننا وبين الوالد يا رب لك الحمد. فالوالد ها لا الحين لا ابد. فالان يعني في علاقه جدا قويه بينهم. الشيء الثاني الحمد لله يعني الجمهور اللي ينقدون واللي نقد هادف طبعا مو نقد محبط او مثبط. وايضا اللي يعني يحاولون يعني يدعمون باسل بالكلمه الجميله بكلمه طيبه، فهذا كلهم اشكرهم وهذا كلهم يعني لولا الله ثم الوالدين يعني ثمهم كما كنت الان معك. طيب من اللي تفضفض له اكثر الوالد ولا الوالده بصراحه؟ والله ما في احد معين يعني كلهم الحمد لله كلهم. لا بس اكيد احد في احد. لا لا ابد ما في. ما توزع لهم انت؟ انت درست في مدارس حكوميه ولا غير حكوميه؟ درست لا غير حكوميه. انا درست غير حكوميه. الى الان؟ انت الان ثالثه متوسط؟ ثالثه متوسط اي. كيف 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 مستواك الدراسي بصراحه؟ والله الحمد لله كويس يعني يا ربك الحمد كويس. المعلمين تغيروا عليك بعد ما صرت انت نجم في المجتمع او عادي او انت غيرت عليهم؟ والله فيه قليل يعني قليل وانا احاول يعني انا افضل يعني ان المعلمين يعاملوني زي باقي الطلاب. جميل. زي ما يومني بقول متوسط نفس الشيء بس في بعضهم الا نفس المعامله. وكيف زملائك معك؟ الحمد لله كويسين. يعني في 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 مثلا في زملاء الله يجزاهم خير يعني يحب شلون اقول لك انهم يحفزوني يعني ودائما ينشرون مقاطع ويحاولون. وفي لا العكس نفس الوقت العكس انه في طلاب يقولون باسم مو كويس بس الحمد لله الاكثريه شيء ثاني يا ربك. طبعا انت قلت لي انجليزيتك ممتازه الان انت بصدد تعلم اللغه الفرنسيه. الحمد لله. وش كيف تنوي تتعلم لغات اكثر او راح تكتفي بال والله ان شاء الله نقول ان شاء الله. طيب الا ما في حاجه معينه لكن اذا خلصت الفرنسيه ببدا افكر في حاجه ثانيه. تسافرون في الصيف في بلدان معينه تحبها في الصيف انت كيف تستثمر وقتك؟ طبعا احيانا يعني نسافر بس مو دائما مو كل صيف نسافر لكن ممكن استثمر وقتي احيانا احاول اني ادخل دوره لغه ادخل اي دوره لانه الان عندي وقت طويل في الصيف فحرام انه يضيع وقتك هذا اللي في الصيف. يعني تقعد يوميا 24 ساعه كلها موجود في الصيف حرام يضيع ما عندك لا دراسه ما عندك فاضي لا شغل ولا مشغله. فالمفروض الواحد يستثمر وقته. طيب فحاول دائما استثمر وقتي. كيف تدير وقتك بالمناسبه؟ يعني متى تنام؟ عندك برنامج رياضي؟ متى تروح مع اصحابك؟ متى تقرا؟ جميل. طبعا انا الان في الاختبارات فما في حاجه معينه يعني كلهم ذاكره لكن مثلا شكرا انك جيت يعني اختبارات شكرا. لا لا هو ما يبدا الاسبوع الجاي بس من الان نبدا ذاكرة. من الان انت تستعد. ايه فبس مثلا يعني اذا كان ايام عاديه فيكون فيه طبعا انا احاول دائما اقرا في السياره فعندنا زحمه الرياض وانا مع السواق واجيب اخواني اثنين اللي اصغر مني. فيومين اجي احاول اني يعني اقرا في السياره فيكون وقت طويل ممكن اقرا احيانا انهي نص الكتاب في السياره. الشيء الثاني ممكن احيانا يعني الصلاه واهم شيء يعني في مثلا الواحد اول ما يرجع من البيت يذاكر دروسه واذا كان في فرصه مثلا يطلع مع اخويا يطلع رياضه يسوي اي شيء بس على طول رياضه في نادي معين تشجعه؟ لا ما في شيء معين انا حكماوي اشجع الحكم. مالي صراحه ميول رياضيه. وليش تشجع الحكم؟ لانه هو دائما يفصل بين الحق والباطل. حتى لو كان ظالم الحكم دائما في زعل الحكم. لا هو سبحان الله كذا اي واحد يعني مثلا مثال الهلال والنصر خسر الهلال. مع انه مستحيل بس يلا اجل هلالي انت. لا بس يعني معروف يعني صراحه ولا يزعلون علينا مشجعين النصر. فمثلا الهلال والنصر خسر الهلال كل جمهور الهلال راح يقول الحكم راح يحطونها دائما في الحكم. فالحكم دائما مظلوم. يعني احيانا يكون صح صدق ظالم الحكم. طيب لكن عالميا ما في نادي يعجبك؟ والله ما في حاجه يعجبني ما في اي شيء يعجبني لكني انا اكره ما عندي في الرياضه التعصب. اني اتعصب ويعني اسب اخواني واسب باللي اعرفهم واخوياي عشان الرياضه لا والله. طيب عشان كره القدم. بسالك ايضا سؤال اخر. انت برنامجك اللي على اليوتيوب اسمه عيش معنا عيش معنا اوقات يقولون عيشوا معنا.
لا هي كذا مسكت على لسان الناس عيشوا معنا. وانت استأنست عليها طبعا. ايه عشان يعني برنامجك كذا. لا العفو، احنا يعني اذا انت اللي تاخذ الاسم من حقك. وعيش معنا برنامج لنا قديم كان ايام البي سي، تشوفه انت قلت لي ذيك المره. ايه شفت اكثر مره. فكيف التجربة؟ متى تصور؟ من فريق العمل حقك؟ كيف تختارون المواضيع؟ في ناس تعتب عليك تقول انه باسل يعني يتحول الى ناصح، مفروض يقدم لنا مادة يعني مهنية اكثر. يجيك جميل. هذا النقد؟ اي جميل. جميل. طبعا فيه اذا انا في برنامج عيش معنا او عيشوا معنا يعني دائما احاول اني اختار مواضيع بالنهاية راح يكون لها فائدة. يعني الواحد إذا أخذها يستفيد ويتأثر. أنا ما يهمني المشاهدة، يعني ما في أحد ما يهمه المشاهدة، لكن تهمني المشاهدة، لكن ما تهمني بقدر التأثير. يعني لو ما يشوفني إلا واحد ويتأثر أفضل من يشوفني مليون وما يتأثر منهم أحد. أنا هذا دائما حتى يعني في تويتر نفس الشيء. فهذا يعني أكثر ما أكثر شيء يهمني. الشيء الثاني أختار مواضيع، يعني مثلا أحيانا القراءة، يوم شفت القراءة إنه الناس ما يقرون بديت أتكلم عن القراءة. رمضان مثلا تكلمت عن رمضان، تكلمت ما تكلمت عنها دينيا طبعا، تكلمت عنها انه يعني سلوكيات سيئه في رمضان، سلوكيات جيده المفروض تسويها في رمضان، اعمال تطوعيه. فمثلا الواحد ممكن انه يعني الاعمال التطوعيه في رمضان يكون يعمل فيها، فاتكلم عن اما حدث معين او مثلا موضوع معين قد يكون هامل بالنسبه للمجتمع. نعم. طيب باسل، اليوم انت متفكر مع نفسك تتخيل، انت اكيد تحب الخيال والتخيل الايجابي. عارف باسل ثنيان بعد 10 سنوات وين؟ مخطط له بعد 5 سنوات وين؟ ايش ناوي تسوي في حياتك؟ ناوي تحترف الاعلام؟ الاعلام يكون شيء موازي لعمل حرفة اساسية مختلفة؟ وين ناوي تدرس؟ كيف تشوف نفسك انت بعدين؟ يعني انا الحمد لله ربك الحمد، يعني اشوف نفسي اني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقول ان شاء الله انه نكون ناجحين في المستقبل. لا الاعلام راح يكون حاجه موازيه لحاجه ثانيه، يعني راح يكون فيه حرف اساسيه، لاني انا اعتبر الاعلام مهنه بالنسبه لي. في ناس يحترفون الاعلام مثل كسل علي فيعتبرون الاعلام هو وظيفته هو حياته. انا عن نفسي يعني رايي الشخصي هذا ما ينطبق علي احد، اعتبر انه الاعلام يعني حاجه موازيه لعمل اخر وحاجة ثانية أحبها، فهذا هو. أنا إن شاء الله عز وجل يعني راح يعني أنوي بإذن الله إنه أعشق النانو. أنا طبعًا نانو تقنية معينة، أدعو المشاهدين اللي ما يعرف عنها يبحث عنها ويرسل لنا على تويتر مثلًا عن النانو. فأحترف في النانو، أحترف في الطب، النانو والطب، فهذه الأشياء أنا أحبها يعني، فأفضل إني أحترف فيها. وبعدين يعني تكمل عملك الثاني. اي عمل ممكن يكون حاجه مترابطه، برنامج طبي قادم يعني الى الان ما، او برنامج عن النانو قادم، او حلقه عن النانو على الاقل، يعني الى الان ما بالنسبه للترابط بين الاعلام والمهنه او الوظيفه الاساسيه ما فكرت فيها حتى الان. طيب على طاري تويتر، طبعا انت ما شاء الله نشيط في تويتر، انا اتابعك، في عندك محبين، في عندك، اول شيء ابغى رايك في تويتر، رأيك في تعامل السعوديين مع تويتر؟ جميل. طبعا تويتر ظاهرة صحية جدا، يعني صحية لأبعد الحدود، لأنه أكثر من شيء يعني سوى أكثر من شيء. أول شيء أي واحد الآن صار يقدر يطرح رأيه وما حد يقدر يقول له لا، هذه النقطة الأولى. طبعا رأيه فيه خطوط حمراء المفروض ما أحد ما يتكلم فيها. الشيء الثاني، الواحد في تويتر إذا أنا أدخل تويتر أقدر أشر نفسي بنفسي من أول، ما في إلا قناة كذا فلان، قناة الفلانية فلان فلانية وقناة فلان ما أقدر إلا أتكلم فيها. الآن تويتر واليوتيوب مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقدر أشر نفسي بنفسي، أنا أقدر أطرح رأيي على كيفي. الآن من أول قناة تحدني تقول لي سو كذا وكذا وكذا، قول كذا وكذا وكذا، أنا ما أقدر أقول لها لا، لا بعدين بتطردني. أما مثلا في تويتر في فيسبوك أنا أقدر أقول اللي أبغى، مو أنت اللي تحكمني، أنا اللي أحكم نفسي. فهذا شيء. الشيء الثاني في تويتر، في بعض الناس يروح يطلع باسماء، يعني بالنسبه لي انا يطلع باسماء مزوره، يعني مو باسمه، فيطلع يسب وما ادري شو. يعني معليش انت اقسم بالله صغير عقل، صغير عقل، معليش يعني من جد صغير عقل، والله العظيم واحد شنباته خاطه ابد لحيه ها وما غير يسب وما ادري شو، عيب عليك يعني معليش. هذا اشياء سلبيه خاطئه، فالمفروض الواحد انه ما يستفز. انت بسرعه يعني تنرفز بسرعه انت؟ لا مو بتنرفز، اتابعك اوقات. إيه مو بتنرفز مره، بس انه في احيانا اطبق مثل معروف، الحقران يقطع المصران. إيه فاحاول دائما انه اتبع هذا المثل، لكن احيانا يا اخي يجيك واحد يبتل 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 يبتل. إيه ما ودي ابلك الصراحه، ما احب اسوي بلوك. انا كم مره سويت بلوك؟
الان اتوقع اني ما سويت ولا بلوك الان اتوقع لو كان نسيت. عندك معجبات على تويتر؟ معجبات في الحياه؟ ممكن بس يعني مو بشكل يعني بالفكر. بالفكر أيه. نعم. وانت يعجبك يعني يسعدك انهم يعجبون فكرك افضل من شكلك؟ اي اكيد. يعني انا امغط هذا الشيء يعني بود هذا الشيء عجب شكله وما ادري وش واحد صورته خرابيط يعني هذه اعتبرها. تتوقع انك انت راح تعيش يعني سن مراهقه في يعني زي ما يعيشون الشباب تعرف سوالف علاقات حياه ربما استمتاع بالحياه اكثر؟ اكيد أيه. اكيد يعني استمتع في حياتي انا اقدر اوفق بين هذا وهذا واخذ من وقتي هذا واخذ من وقتي هذا. بالعكس المفروض اي واحد يكون عنده وقت معين انه يطور مواهبه اي موهبه كانت سواء كانت في الرياضه سواء كانت في الاعلام سواء كانت في الرسم سواء كانت علميه موهبه علميه. فالمفروض اي واحد ياخذ من وقته للحياه ويستمتع فيها وايضا ياخذ من وقته لان الواحد ما يقدر يكون اله يعني يمشي وفق خطط وجداول معينه لكني انا اقدر اكون شخص مرن بنفس الوقت وبنفس الوقت اكون يعني عايش حياتي وبنفس الوقت ايضا اكون مخطط لنفسي. جميل جدا. ايش الشيء اللي كنت ابغى تقوله ما قلته للان؟ والله ما خلاص الان تقريبا كل طيب. حاجه قلتها. تعطينا بس تويتر السبلينج بس عشان انا يهمني انه كثير من اللي في عمرك واللي اكبر لانك انت الحقيقه تعطي طاقه ايجابيه. الله يعطيك العافيه. فيهمني انه الناس تتابعك. الله يسلمك. طبعا لو يكتبون بس باسل اثنين ممكن يطلع لهم او ات بي اي اس اي ال باسل اندرسكور تي اتش. كل التمنيات بالتوفيق. الله يسلمك يعطيك العافيه. ايش تتمنى في شيء في السعوديه تتمناه يكون موجود بس الى الان غير موجود؟ دعم الموهوبين. انا اتمنى دعم الموهوبين يعني اتكلم بصفه عن الموهوبين بشكل كامل يعني ما اتكلم عن نفسي لانه في كثير موهوبين موجودين ولو عدينا من اليوم لبكره ما راح نخلص لكنهم للاسف في اكثر من جهه ما سوى اول شيء الاعلام يعني كثير من الاعلاميين كثير من البرامج كثير من القنوات ما ابرزت هذه المواهب يعني عندنا قبل فتره واحد كرمته استراليا واليوم اللي قبله كرمته واحد امريكا واحد كرمته يعني لو نقعد نعد الانجازات من اليوم لبكره ما خلصنا وما وقفنا. فاتمنى دعم الموهوبين بدل انا ما اقول يعني بدل ما ندعم اللاعبين مليارات وملايين جميل دعم اللاعبين وبالعكس يشرفون الوطن لكن ايضا بعد ادعم الموهوبين هذا شرف الوطن وهذا بعد شرف الوطن وهذا له موهبه وهذا له موهبه. فانا اتمنى ان يدعم الجميع يدعم اللاعبين ويدعم الموهوبين نفس الشيء. نعم. طيب اخيرا انا اشكرك في نفس الوقت كان في اسئله كثير الحقيقه عنك شخصيا لكن احنا اليوم قصينا الشريط واحتفينا طبعا بوجودك ككاتب سعودي. الله يسلمك. اتمنى لك التوفيق ونشكر الحقيقه الشرق مره ثانيه نشكر الحقيقه اي صحيفه تثق في المواهب وما تضايق يعني في ناس تقدر المواهب. ان شاء الله نشوفك مستقبلا يعني اجلس معك بنفس الجلسه بس تكون كثير من الامال والطموح كله يكون لا تحقق. نقول ان شاء الله انه نكون حققنا هذه الاشياء المره الجايه. نعم كل التمنيات بالتوفيق. عارف انت سويت بحث عن الجامعه اللي مختصين في النانو؟ بحثت عن اكثر من جامعه مختصه في النانو في جامعه الملك عبد الله مهتمه بهالموضوع فيعطيهم العافيه. نعم انت يعطيك العافيه. شكرا لك يا باسل. اسعدتني كثير ويعني خليتني احس انه في نماذج الحقيقه تستحق الاحترام ومحفزة. ترى على فكرة ترى أنت مو بتحفز جيلك ترى تحفز ناس أكبر منك. الله يطلع. من الناس اللي خطط أشنابهم على قولك. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا للوالد والوالدة. يا أهلا وسهلا. كان معنا باسل الثنيان. شكرا لكم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في يا هلا. ألقاكم غدا في أمان الله.